الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. النهارده ان شاء الله هيبقى يعتبر خلاص اخر فيديو لينا مع بعض في الفيديو الجميل الطويل اللي تعبنا كلنا ده، وهو ازاي نحل المسائل بتاعت الاسيد بيز بالانس او الاسيد بيز ديستربنس. طيب هي ان شاء الله المسائل دي مضمونه، بس محتاج منك ان انت تبقى مراجع بس النظري بتاع الاسيد بيز ديستربنس، واحاول ارجعه لك بسرعه لو مش فاكره، وانا برضو سجلته فيديو عشان يلم معاك الدنيا. طيب بس شويه ارقام اساسيه لازم تحفظهم زي اسمك، لازم يعني كل مسائل بتحل بيهم. ان البي اتش النورمال بتاعنا عارفين كان 7 في الارتيريال، كان 7.4 موجب او سالب 2%، صح؟ فحسبناها ساعتها لقيناها 7.38 لحد 7.42. لازم تحفظ الارقام دي. طيب ده النورمال رينج بتاعي، فانا لو قليت عن 7.38 يبقى انا في حاله ايه؟ اسيدوزس، ولو زدت عن 7.42 يبقى انا حاله ايه؟ الكالوزس. لان انت المسائل كلها ديستربنس، يعني امراض، يعني اسيدوزس يا الكالوزس. يعني هنا مثلا 7.2 يبقى ده اسيدوزس، 7.2 اسيدوزس، 1.1 اسيدوزس. ليه انا بقول اسيدوزس؟ لانه اقل من 7.38. يبقى بالله عليك لازم تبقى عارف الارقام دي. طيب تاني حاجه البريشر بتاع السي او 2 او الكربون دايوكسيد من 35 ل 45، ده النورمال. يبقى الـ CO2 35 ل 45، اخر حاجه البايكربونات 24 مللي ايكوفالنت او 24. يبقى تاني الـ pH 7.38 7.42، CO2 35 45، الـ CO3 او الـ HCO3 24. طيب الـ pH احنا عارفينها، ليه جايبين الـ CO2 والـ HCO3؟ لان احنا لما اخذنا في النظر، لو فاكر الشويه اللي اخذناهم ريسبيراتري اسيدوزس والالكالوزس، كان قلت لك الـ pH هي النسبه ما بين الاثنين دول. طيب فانا جمعتهم لك هنا علشان لو مش متذكر فحاول اراجعهم معاك بسرعه. اتفقت معاك ان انا ركز بس، وانت يعني ايه رتب المعلومات بشكل سهل عشان ما تصعبش الدنيا على نفسك، عشان الموضوع محتاج سن التفكير وتشغيل دماغ في حل السؤال. انا عندي هنا البي اتش هي النسبه ما بين الاثنين دول، خليك في الرسومات اللي تحت، هي النسبه ما بين السي او اتش سي او 3 والسي او 2. تمام. طيب البي اتش عندي لو انا في حاله اسيدوزس، يعني البي اتش زادت ولا قلت؟ قلت. فهنا اكيد انا عندي البي اتش وقلت. طيب هنا البي اتش عشان تقل، يبقى حاجه من الاثنين هتحصل، يا اما الحاجه الاولى البي اتش انت قلت لي قلت، صح؟ يا اما البسط هيقل، صح؟ يا اما المقام هيزيد، صح كده؟ صح، هي الف ب رياضه. يبقى انا لو في حاله اسيدوزس يعني البي اتش قليله، ساعتها هلاقي يا اما السي او 2 عاليه، صح كده؟ وساعتها لو السي او 2 هي اللي عاليه يبقى المشكله هنا مين لو فاكر؟ السي او 2. فساعتها سمينا النوع ده ايه؟ ريسبيراتري اسيدوزس، صح كده؟ صح. يبقى تاني عشان بس هقول نقطه بعدها عشان ما تتلخبطش بالله عليك، عشان الموضوع محتاج تنظيم معلومات. البي اتش لقيناها قليله يبقى انا اسيدوزس، لقيناها عاليه يبقى انا الكالوزس. دي النقطه رقم واحد، اول اجابه. الاجابه بتتكون من ثلاث كلمات. تاني نقطه اسيدوزس عرفناها والكالوزس عرفناها. تاني نقطه لازم اعرف هي ريسبيراتري ولا ميتابوليك. اتفقت معاك، لو المشكله في الاتش سي او 3 يبقى دي بقول عليها ميتابوليك، لو المشكله في السي او 2 بقول عليها ريسبيراتري. انا بقول ايه المشكله يعني البدايه من هنا. فتاني لو انا البي اتش، انا اسيدوزس البي اتش قليله، عندي حاله من الاثنين، يا اما المقام هو اللي زايد ساعتها ريسبيراتري اسيدوزس، يا اما البسط اللي قليل يبقى المشكله في البايكربونات فساعتها دي ريسبيراتري ولا ميتابوليك. ميتابوليك. جميل قوي، لحد هنا انت كده جاوبت تلتين السؤال. طيب تعالى معلش، هنا لقيت السي او 2 هي اللي قليله، يبقى انا البي اتش هتبقى قليله ولا كتير؟ كتير. ما انت عندك ده اقل فالقيمه كلها تزيد، يبقى اسيدوزس ولا الكالوزس؟ الكالوز. بس المشكله في السي او 2 يبقى ريسبيراتور ولا ميتابوليك؟ ريسبيراتور. طب نفس الكلام هنا، لقيت البسط هو اللي زايد، ده مش ككومبنسيشن، ده المشكله اصلا في الاول، فلقيت ده اللي زايد يبقى الكالوزس، لان البي اتش هي كمان هتزيد، بس الاتش سي او 3 هي اللي زايده، يبقى ريسبيراتور ولا ميتابوليك؟ ميتابوليك. جميل. لحد هنا في مشكله؟ اتمنى لا. يبقى انت كده جاوبت تلتين السؤال، هو ثلاث كلمات، اول كلمه عملتها اللي هي اسيدوزس او الكالوزس، وثاني كلمه ميتابوليك ولا ريسبيراتور. ثالث كلمه بقى هي كومبنسيتد ولا كومبنسيتد، يعني احنا عالجناها ولا ما عالجناهاش. هو انا كنت بقول لك المشكله هنا ان السي تو عاليه، صح؟ عاليه، فانا عشان اعمل لها كومبنسيشن هزود الاتش سي او 3. يبقى تاني لو لاحظت ساعتها هنا البي اتش كانت قليله بس الاثنين دولت كانوا عاليين، يبقى تاني بس البدايه اللي كانت عاليه هي السي او 2. طيب علشان ما تتلخبطش تاني عشان الحته دي اللي بتلخبطكم، السي او 2 كانت عاليه فالبي اتش قلت، صح؟ فدي عباره عن اسيدوزس وسببها السي او 2، يبقى ريسبيراتور. اما نشوف الاسئله الموضوع هيبقى سهل. لو السي او 3 البريشر بتاع السي او 3 الاتش سي او 3 البايكربونات نورمال زي ما هي، يبقى ما حصلش كومبنسيشن، يعني ده زادت ودي ما زادتش، المفروض كانوا الاثنين يزيدوا.
دي زادت كام مرض احنا المفروض زودنا ده عشان نعالجه. لو ما زادتش يبقى ما حصلش كومبنسيشن فسميها ان كومبنسيت، انما لو زادت عشان تعوض المشكله فهسميها كومبنسيت. طب تعال المثال اللي بعده، البدايه هنا كنت انا ال اتش سي او 3 هي اللي ناقصه صح؟ صح، فعمليه البي اتش هي قلت هي كمان، جميل. اسيدوزس ولا الكلوزس؟ دي قلت فالبي اتش هتقل يبقى اسيدوزس. طيب لو هي بالشكل ده والسي او 2 المفروض تقل عشان تكومبنسيت صح؟ طب لو ما قلتش يبقى ان كومبنسيت، طب لو قلت يبقى كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز. ماشي. طب تعالى اللي بعدها، انا هنا السي 2 اصلا كبدايه هي اللي قليله، فالبي اتش هتقل ولا هتزيد؟ هتزيد، يبقى اسيدوز ولا الكالوز؟ الكالوز. وطالما السي 2 المشكله يبقى ريسبيراتري. ماشي. لو الاتش سي او 3 المفروض طالما دي قلت دي كمان تقل عشان تعمل لها كومبنسيشن، ما قلتش يبقى ان كومبنسيت. طيب لو قلت يبقى اسمها كومبنسيتد ريسبيراتري الكالوز. طب تعالى هنا هجمعهم لك، ما تقلقش، عارف ان انت تهت دلوقتي، عارف والله، عارف عارف. ال اتش سي او 3 زادت يبقى البي اتش زادت يبقى الكالوز. ماشي، بس المشكله في ال اتش سي او 3 بقى اسمها ميتابوليك. ماشي، فالمفروض ال سي او 2 يزيد عشان يعوض المشكله، ما زادش يبقى ان كومبنسيتد، زاد يبقى اسمها كومبنسيت. يا عم طب ثانيه، يعني الرسمه دي السهمين فوق والرسمه دي السهمين فوق، دي الاثنين تحت ودي الاثنين تحت، انا هفرق ما بينهم ازاي؟ يا حبيبي يا ضنايا، مش الاثنين دولت فوق؟ ماشي. والاثنين دول فوق؟ ماشي. طب وانت لسه قايل لي الاتش سي او 3 النورمال كام؟ 24، والسي او 2 35 ل 45، فلاقي في المساله ده زايد وده زايد وده زايد وده زايد، انا ازاي اقول ريسبيراتري ولا اقول كومبنسيتد في الحالتين؟ بس ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما انت هيجيب لك البي اتش، البي اتش هي اللي بتحكم لك الدنيا كلها. هنا اسيدوزس فالبي اتش هتبقى قليله، انما هنا الكالوزس فالبي اتش هتبقى كتير. فهمت شويه؟ فهمت. تعال نشوف اسئله كتير كده ونشوف الدنيا عامله ازاي، بس اهم حاجه تعرف الارقام دي بناخدها من عينه اسمها الاي بي جي الارتيريال بلاد جاز، بناخد عينه من الشريان كده وبنبدا نشوف الارقام دي. بي اتش من 37 ل 42 دي اول نقطه في الاجابه، شوف اسيدوزس ولا الكلوز، وبعد كده تروح للاثنين التانيين دول تتكلم فيهم. تعال نشوف، تعال 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 نشوف، اصدعك ليه؟ تعال نشوف. اول سؤال هو بيجي لك كده وبيجيب دش كتير وفيه الثلاث ارقام دولت هيخلصوا لك الموضوع، وانا هجيب لك اسئله في الاخر اهي من الكتاب اللي انا عامله، هتلاقي فيه الاسئله زي ما بيجي في الامتحان بالظبط، وجداول كده شكلها ياخد وسايس. قال لك يا معلم البي اتش 7.2 من غير ما تكمل الاجابه بتتكون من ثلاث كلمات، 7.2 اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اقل من 37 38 يبقى اسيدوزس. اول جمله عندك كده انت حليت اول حاجه. ماشي. طيب تاني نقطة عندي، عايز أعرف هي ريسبيراتوري ولا عايز أعرف ميتابوليك؟ يبقى البي اتش خلاص كده الحمد لله فادتني خلاص، بس أنت طالما أسيدوزس البي اتش قليلة، أنت حاطط في دماغ خلاص البي اتش هي النسبة ما بين الاتش سي او 3 في البسط والسي او 2 في المقام، فأنت قلت أسيدوزس أسيدوزس يعني البي اتش قليلة صح؟ يعني يا إما المقام زايد يا إما البسط قليل، مجمع ولا لأ؟ تاني أنا بي اتش أسيدوزس البي اتش قليلة، فقليلة يا اما البسط اللي قليل يا اما المقام. تعال نشوف، فلقيت ال سي او 2 50، 50 هو النورمال كام؟ اخره 45، يبقى ده زايد ولا مش زايد؟ زايد. طب ده بسط ولا مقام؟ مقام. مش هتسرع، هشوف، يبقى المقام هنا عندي زايد، يبقى هو طالما المقام زاد تلقائي البي اتش هتقل ولا مش هتقل؟ هتقل، بس انا عايز اشوف، لان المشكله ممكن تبقى كومبنسيشن. يعني ايه؟ ما انا عندي في الحاله الثانيه ان انا مثلا يعني دي السي او 2 هنا كانت زايد، باعتبار ان السي او 2 هنا كانت زايد، عشان بس لو حد اتلخبط، لو لقيت انت السي او 2 عاليه فحد يجي يقول لي طب ما السي او 2 عاليه يبقى معنى كده ان البي اتش هلاقيها قليله، صح كده ولا في مشكله؟ صح. بس انا هاجي اقول لك ان السي او 2 هنا كانت عاليه، ده الكالوزس ككومبنسيشن عشان ما تلخبطش، انما انت بس يعني رتب المعلومات بالراحه عشان الموضوع ملخبط شويه، وهجمعها هوريك جدول في الاخر جايب لك الثلاثه مع بعض عشان تخلص الدنيا. هو انت دلوقتي اسيدوزس تمام، فانت في النص ده المربعين دول، فانت حاله من الاثنين، يا اما السي او 2 كان زايد تمام، وككومبنسيشن الاتش سي او 3 هي كمان زادت تمام، يا اما السي او 2 كان قليل ككومبنسيشن ككومبنسيشن. يبقى انت بس ركز في النص ده، هو اصلا اغلب الاسئله بتيجي على طول بتبقى اسيدوز. فاحنا شفنا اول حاجه في السؤال لقينا البي اتش قليله صح؟ يبقى اسيدوز، جميل. طيب بعدها بشويه لقينا السي او 2 عاليه، لقيناها 50، و50 دي المفروض النورمال 45 اخره،
فلقينا السي يو 2 عاليه، وانت اسيدوزس يعني واحده من الاثنين دول، فانت تتوقع هتبقى ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ حد هيجي يقول لي مش عارف ازاي، ما انت عندك السي يو 2 هنا في الريسبيراتوري هو اللي بيزيد. طب حد هيجي يقول لي طب ما انا ممكن في الميتابوليك يزيد ككومبنسيشن. لا، هو ككومبنسيشن هو اقل ما زادش. يبقى لقيت هنا السي يو 2 عالي، يبقى هي ريسبيراتوري اسيدوزس على طول من غير ما تفكر. باقي لك اخر حاجه هي اللي هتخلص لك الموضوع. انت عندك اتش سي او 3 النورمال 24، لو انا لقيته نورمال يبقى كده حصل كومبنسيشن ولا لا؟ لا لا، هو الكومبنسيشن يعني ايه؟ يعني ده زاد فده هيزيد عشان يعوض المشكله. 24 يعني ما زادش، يعني نورمال. طب لو لقيته زياده عن 24 يبقى زاد فعمل كومبنسيشن. طيب تعالى نرجع للارقام تاني ونشوفها ونشوف كذا مثال. لقيت هنا السي او 2 50 يعني اكتر من النورمال، يبقى المشكله في السي او 2، يبقى ريسبيراتور، يبقى المشكله الاساسيه الريسبيراتور. طيب باقي لي اشوف السي اتش سي او 3 او البايكرميت اشوفها زادت ولا ما زادتش. هي 24 دي النورمال 24، يبقى زادت ولا لا؟ لا. يبقى هنا حصل كومبنسيشن ولا لا؟ لا، ما عوضتش، ما عملتش حاجه، يبقى ان كومبنسيت. طيب تعال نشوف مثال تاني عشان توضح، وامثله كتير قوي. المثال التاني البي اتش 7.2، اول حاجه يبقى ده اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس، يبقى اول كلمه اسيدوزس لانه اقل من 7.38. تاني حاجه انت عارف الاسيدوزس هيبقى سببها حاجه من الاثنين، يا اما البسط قل صح اللي هو الاتش سي او 3، يا اما المقام زاد. ماشي، تعال اول حاجه السي او 2، السي او 2 اللي هو المفروض من كام لكام؟ 35 ل 45، لقيته بقى 25. ده كده كتير ولا قليل؟ قليل صح، قليل. بس بالله عليك ركز، عشان هي كلمه اسيدوزس دي اللي هتخلص لك الموضوع او الكالوزس. جيت لقيت السي او 2 قليل، ارجع للرسمه المفروض هي تبقى في دماغك بقى. رجعت لقيت السي او 2 قليل وانا اسيدوزس يعني في النص دول، هل انا في الريسبيراتوري اسيدوزس السي او 2 بيقل؟ يا راجل حرام عليك، ده في الاسيدوزس الريسبيراتوري ده المشكله ان هو اصلا زياد. انما لما تقولي اسيدوز وتقولي السي او 2 قليل، يبقى معنى كده اللي انا في حاله ايه؟ حاله ميتابوليك، وهو عمل كومبنسيشن وال، يبقى المشكله كانت ان الاتش سي او 3 اصلا قليل وهو كومبنسيت فقل هو كمان عشان يعوض المشكله. فاهم قصدي؟ يبقى هنا لحد دلوقتي هي كومبنسيتد، فانا مستني ثالث رقم اللي هشوفه الاتش سي او 3 الاقيه نورمال ولا ايه؟ قليل، طبعا قليل، عشان يبقى اسيدوزس ميتابوليك وحصل له كومبنسيشن. طيب تعالى نشوف اهو، لقينا الاتش سي او 3 18، 18 النورمال 24، يبقى هي قليله، يبقى قليله، يبقى عندي هنا ميتابوليك، يبقى لان المشكله هنا في الاتش سي او 3 وكومبنسيت لان السي او 2 قل عشان يعوض المشكله دي. تعالى نشوف مثال تاني، بيقول لك البي اتش 7.1 اسيدوزس ولا الكلوزس؟ اسيدوزس. طيب اسيدوزس يبقى انت حطيت في دماغك حاجه من الاثنين، يا اما البسط قليل يا اما المقام زايد. البسط قليل يبقى دي الاتش سي او 3 هي اللي قليله، المقام زايد يعني السي او 2 زايد. طيب السي او 2 بيقول لي 55، هو النورمال لحد كام؟ 45. يبقى ده زايد ولا مش زايد؟ زايد. يبقى من غير ما تفكر الرسم في دماغك السي او 2 زايد، وانت انت قلت لي اسيدوزس في الاول، فانا لما اقول لك اسيدوزس انا حصرت اجابتي في المربعين دول بس. فانت قلت لي اسيدوز ولقيت السي او 2 عالي، يبقى مبدئيا ده ريسبيراتور ولا ميتابوليك؟ ريسبيراتور. يبقى الاجابه هنا عندي هتبقى ريسبيراتور، يبقى خلاص عرفت ان هو ريسبيراتور. تالت نقطه بشوف هو كومبنسيتد ولا لا. هو مش انت السي او 2 عندك عالي صح؟ عالي، فعلشان يحصل له كومبنسيشن لازم يحصل ايه في البايكربونات؟ هي كمان تعلى، تعلى. والنورمال بتاعها كام؟ 24. لو عليت يبقى كومبنسيتد، ما عليتش يبقى ان كومبنسيت. طب يا عم شوف الرقم 30، عليت ولا ما عليتش؟ عليت، كانت 24 نورمال، عليت، يبقى هنا كومبنسيتد ولا كومبنسيت. خلص السؤال. تعالى نشوف، سيبك من الكوز دلوقتي عشان ما اتلخبطش، هرجع لها بس بعد الاسيدوز. تعالى السؤال ده، البي اتش 7.2 اسيدوزس ولا الكالوز؟ اسيدوز. زهقنا، ماشي، هو بيجي على طول اسيدوز. طيب اسيدوزس انا مستني منك حاجه، يا اما البسط قليل يا اما المقام زايد، يعني يا اما البايكربونات قليله يا اما البسط هيبقى لا اما المقام زايد اللي هو السي او 2. لقيت السي او 2 40، طب هو من كام لكام اصلا؟ 35 ل 45. يبقى ده نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال. يبقى هل المشكله في المقام؟ لا، يبقى السي او 2 مش تبعنا، يبقى المشكله مش في المقام، فاكيد المشكله في مين؟ في البسط اللي هو الاتش سي او 3، هو القليل يعني هو 18 والنورمال 24. يبقى عندي هنا اهي الاتش سي او 3 هي اللي قلت، وانت قلت لي اسيدوزس، يبقى دي ميتابوليك ولا ريسبيرتر؟ ميتابوليك، لان المشكله اتش سي او 3، يبقى انا عندي هنا المشكله ميتابوليك. طيب هل دي كومبنسيتد ولا مش كومبنسيتد؟ بالراحه، هو البايكربونات قلت صح؟ عشان اقول عليها كومبنسيتد لازم يحصل ايه في السي او 2؟ يقل.
وهو من 35 ل 45، لو قل يبقى كومبنسيت، ما قلش يبقى ان كومبنسيت. طب هو قال لي كام؟ قال لي 40. 40 وهو من 35 ل 45، يبقى ده نورمال. يبقى قل ولا ما قلش؟ ما قلش، يبقى ان كومبنسيت. فهمتوها؟ فهمناها ان شاء الله. تعالى على اللي بعدها. 7.2 اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوز، يبقى خلصناها اسيدوز. طيب انا مستني اسيدوزس، يا اما مشكله في الباست يا في المقام. الباست يا اما قليل يا اما المقام زايد. طب بص السي 2 60 ده اخره 45، ده عالي قوي. يبقى اسيدوزس ولا الكالوزس؟ يبقى ريسبيراتور ولا ميتابوليك ريسبيراتور طبعا. طيب المفروض طالما ده عالي دي تعلى ككومبنسيشن، هل هي عليت؟ لا، ده 24 النورم، يبقى كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد؟ ان كومبنسيتد. تعالى اللي بعدها. البي اتش 7.1 اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوز، ماشي. طيب فانا مستني يا اما الباست قليل يا اما المقام زايد. طيب السي او 2 38، هو النورمال من كام لكام؟ 35 ل 45، يبقى ده نورمال. نورمال يبقى هل هي ريسبيراتوري؟ مستحيل، اكيد ميتابوليك، يبقى دي ميتابوليك. تمام، فانا مستني اشوف ان الباست قليل. ايوه، والاتش سي 3 اللي هو الباست قليل 15 والنورمال 24، يبقى ده قليل، يبقى ده ميتابوليك. هسال نفسي ده قل، فالمفروض ده يقل لي ككومبنسيشن، هل ده قليل ولا نورمال؟ نورمال، يبقى كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد؟ ان كومبنسيتد. كلام بقى سهل خالص. تعال نشوف الاسيدوز دي، 7.2 اسيدوز ولا الكلوز؟ اسيدوز. يا اما الباست قل يا اما المقام زاد. قلتها كتير قوي، الباست قل او المقام زاد. طب عندي السي او 2 20، ده كتير ولا قليل؟ قليل، هو النورمال من 35 ل 45، يبقى المقام قليل. المقام قليل يبقى ده اكيد كومبنسيشن. المقام اللي هو السي او 2 قليل ده اكيد كومبنسيشن، مش بدايه، لا ده اكيد كومبنسيشن. يبقى انا مستني ان الباست كان قليل وده قل ككومبنسيشن. طيب تعالى نشوف البايكربونات، لقيناها 15، زايده ولا قليله؟ قليله، لان النورمال 24. يبقى هنا المشكله في البدايه هنا، يبقى ميتابوليك. طيب بعدها بشويه قلنا ده كمان قل عشان ككومبنسيشن، يبقى كومبنسيتد ولا ان؟ يبقى كومبنسيتد. يبقى ده بالنسبه للاسيدوز الموضوع سهل. تعالى سؤالين على الالكالوزس عشان ما اتلخبطش، بس تعالى هنا تاني. الالكالوزس يعني البي اتش عاليه، يعني المقام زايد او البسط قليل. ايه اللي هيفرق لي ما بين دول ودول طالما نفس الكومبنسيشن ونفس الحاجات؟ اه، انت في الاول كلمه اسيدوز والكالوز. تعالى نشوف مثالين كده ونشوف الدنيا. طيب بيقول لك اول حاجه لقيت البي اتش 7.48، خليها في اول الصفحه عشان ما تلخبطش. 7.48 اسيدوزس ولا الكالوز؟ الكالوز، لانها اكتر من 7، و احنا قلنا 7.4 موجب او سالب 2% يبقى اكتر من 7.42، يبقى الكالوز. انا الكالوزس يعني البي اتش عاليه، يبقى يا اما الباست عالي يا اما المقام قليل. طيب الباست بتاعي هشوف البايكربونات، المفروض اشوفه عالي ولا قليل. لقيته 24، يبقى ده نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال. يبقى هل المشكله عندي في البسط؟ يعني هل البسط هو اللي عالي وعامل مشكله؟ لا، ده نورمال، ده نورمال، يبقى مستحيل تبقى ميتابوليك. يبقى انا مستني الحاجه الثانيه، ان السي 2 اكيد هيبقى زياده ولا هيبقى قليل؟ هيبقى قليل. طب بصيت لقيت السي 2 22 نورمال ولا صغير؟ صغير، لان هو من 35. يبقى السي 2 قليل، وانت قلت لي الكالوزس، يبقى انا افكر في المربعين دول بس. قلت لي السي 2 قليل، اهو اهو قليل، فده لما يقل طبعا البي اتش كلها هتبدا تزيد. يبقى دي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ ريسبيراتوري. يبقى هي عباره عن ريسبيراتوري الكالوز. عايز اعرف هي كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد؟ بالراحه، هو مش السي 2 عندي قلت صح؟ عشان اقول كومبنسيتد الاتش سي او 3 هتقل. هل الاتش سي او 3 قلت؟ لا، دي نورمال، يبقى كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد؟ ان كومبنسيتد. خلصت. تعالى على كمان واحده الكالوزز عندي اهي، تعالى نشوفها. الكالوز قال لي البي اتش 7.66، لا دي بعيده قوي دي، الكالوزس وش. طب بعد كده الكالوزس يعني البي اتش زادت، يا اما الباست زاد يا اما المقام قل. الباست زاد اللي هو مين؟ الاتش سي او 3، او المقام قل اللي هو السي او 2. طيب لقيت السي او 2 50، ده كده قليل ولا كتير؟ كتير كتير، ده اكتر من 45. المقام كتير وانا في المربعين دول بس، فدي هل هي مشكله في السي 2 ولا ده ككومبنسيشن؟ كومبنسيشن، يبقى اكيد كانت المشكله في الاول في مين؟ في البايكربونات. يبقى انا عندي المشكله هتبقى في البايكربونات اهي، 38 تمام، ده النورمال 24، 38 دي عاليه قوي، يبقى هي ميتابوليك. والسي 2 كمان عالي عشان يعوضها، يبقى كومبنسيتد ولا ان؟ يبقى كومبنسيتد. طيب تعالى نشوف يا عم اسئله شبه اللي تيجي في امتحان كيس بقى. بيقول لك ابوست اوبرتيف سيرجيكال بيشنت، كل رغي ملوش لازمه، انا يلزمني شويه الارقام بس. ابوست اوبرتيف سيرجيكال بيشنت هاز نيزو جاستريك تيوب فور 3 دايز، واحد بعد عمليه وحط حاجه اسمها نيزو جاستريك تيوب، هتبدا تاخدها في السكيل لاب يعني ان فور 3 دايز.
بيحط زي انبوبه كده من نيزو جاستريك وتدخل لحد المعده وكده. المهم there was much drainage from the tube، حصل درينج وشويه حاجات بدات تطلع من التيوب. The following values were obtained from an arterial blood sample، يبقى اتكلم كلام في الاول ولا فادني ولا اي حاجه. بعد كده خدنا عينه من الدم اللي هي الاي بي جي او الارتيريال بلود سامبل او جاز، لقينا البي اتش 7.55، سي او 2 52، اتش سي او 3 40. بس انا مش عايز منك غير الارقام دي. البي اتش 7.55 اسيدوزس ولا الكالوزس؟ الكالوز. تمام، يبقى انت كده اجابتي الكالوز الكالوز الكالوز، استبعدت اخر واحده. جميل. تاني حاجه، طالما الكالوزس يعني البي اتش عاليه، يبقى يا اما البسط عالي يا اما المقام قليل. صح صح. هشوف، لقيت السي او 2 52، يبقى ده عالي ولا نورمال؟ عالي، لان اخره 45، يبقى البسط معايا عالي. او معلش معلش اسف، ده المقام، يبقى المقام معايا عالي. طب معلش تخيل كده معايا المقام اللي هو السي او 2، انا بفكر مكانك بس انت قلت لي الكالوزس الكالوزس صح، فانا مستني البي اتش عاليه. طب انت لو قلت لي السي او 2 52 يعني عاليه، هو السي او 2 في البسط ولا في المقام؟ في المقام. فلما اقول لك المقام عالي عالي، يبقى معنى كده البي اتش هتبقى عاليه ولا هتبقى قليله؟ قليله صح، لو المشكله بادئه من هنا. انما انت قلت لي الكالوزس يعني البي اتش كده كده عاليه، يعني بص تتقلب ايه، البي اتش عاليه. فانت ما تجيش تقول لي ان السي او 2 عشان لقيت الرقم عالي يبقى المشكله في السي او 2. لا، ده هي عليت ككومبنسيشن، ككومبنسيشن. يبقى انا كان عندي البسط اللي هو الاتش سي او 3 عالي، اللي هو 40، ايوه اعلى من 24، عالي اهو البسط كان عالي، اهو البسط كان عالي، فالبي اتش عليت فدخلني في ميتابوليك الكالوزس، وبعدها ككومبنسيشن السي او 2 حصل فيه بدا يزيد. يبقى اجابتك هنا عباره عن كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزس، يبقى سي اهي كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزس. طيب 45 year old woman، واحدة عندها 45 سنة عندها severe diarrhea which on vacation she had has مش عارف the following arterial blood values، ال pH كذا وال BCO2 كذا ومش عارف كذا. عارف انا ممكن احل السؤال ده من الكيس على فكرة، يعني انت لو ركزت severe diarrhea اهي هجيبها لك من الشعر. بص هنا كده في الريسبيراتري او الميتابوليك اسيدوزس، اسباب الميتابوليك اسيدوزس دايري. والله انا خلصت السؤال من غير اصلا ما يتحل. احنا هنا حتى الاجابه ميتابوليك اسيدوز، بس طبعا يعني ده لو انت مذاكر نظر، بس تتاكد بقى بالحل بتاعنا. تعال نشوف، انت قلت لي يا معلم، تعال يا عم نقرب كده ونقعد مع بعض كده، ايه قعده صباح. انت عندك 45 ماشي، قلت لي البي اتش 7.25 كتير ولا قليل؟ قليل اسيدوزس، يبقى يا اما الاولى يا اما الثالثه، الثانيه والرابعه غلط، يبقى استبعدت اجابتين. البي اتش قليله يعني انت مستني يا اما البسط قليل يا اما المقام زايد. صح صح ماشي. طب السي او 2 24 ده كتير ولا قليل؟ قليل، لان السي او 2 من 35 ل 45، هنا هي قليله. طب معلش انت قلت لي اسيدوز يعني البي اتش قليله، فانت قلت لي كلمه من اتنين، مستني يا البسط قليل يا المقام كتير. طب انا هنا البسط قليل، يبقى هل ده نورمال ولا ده كومبنسيشن؟ كومبنسيشن كومبنسيشن، يبقى المشكله مش في السي او 2، يبقى المشكله في المنايل الثاني بتاع الباست الاتش سي او 3، كان 24 بقى 10، يبقى الباست قل، فانا ككومبنسيشن كسي او 2 قليت، فانا دلوقتي عملت كومبنسيتد اسيدوزس. بس دي كانت البدايه المشكله، يبقى دي ميتابوليك ولا ريسبيراتري؟ ميتابوليك. اهي دي الحته بتاعتنا اللي هنا، ان انا لقيت الباست قليل فالسي او 2 قل، هو كمان قل قل قل، يبقى كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز. هو ما قالش كومبنسيتد بس هي كومبنسيتد. طيب بعد كده عشان ساعات بس بتيجي في الامتحان ساعات يقول لك كومبليت وان كومبليت كومبنسيشن، هي مش علينا خالص، بس يعني اغلب الاسئله اللي بتيجي عليك بتبقى ان كومبليت كومبنسيشن. يعني لو جات لك في الامتحان، لو خيارك قبل كتب لك كومبنسيتد وقبلها كومبليت وان كومبليت، اختار ان كومبليت، هي دي اللي بتبقى صح يعني. طب تعالى سؤال شكله يخض كده، رسمه جايب لي رسومات كتير، بيقول لي arterial blood value describe a patient with untreated diabetes mellitus and increased urine excretion of ammonia. diabetes لا ده انا لازم ابقى مذاكر النظري الحته دي، اللي هي الحته دي يعني من النظر. ده احنا خدنا في الميتابوليك اسيدوزس الدايابيتس. يبقى انا معلش دي مش هجاوبها غير لما ابقى عارف الحته دي، يبقى لازم ابقى عارف ان الدايابيتس بيعمل ميتابوليك اسيدوزس. دور لي بقى من الجدول ده معلم مين فيهم ميتابوليك اسيدوزس. انت فهمت يعني هنا السؤال لازم انت تبقى مذاكر النظر. انت قلت اسيدوزس اسيدوزس يعني البي اتش عاليه ولا قليله؟ قليله، يبقى الاولى غلط والثانيه دي البي اتش نورمال ما تلزمنيش، الثالثه قليله والرابعه قليله، يبقى هي الثالثه الرابعه. جميل. وانت قلت لي ميتابوليك اسيدوز ماشي، ميتابوليك يبقى المشكله في الاتش سي او 3 ولا في السي او 2؟ في
في ال HCO3. طب انت اسيدوزس يعني البي اتش قليله، فالباست هيبقى قليل ولا كتير؟ قليل. يعني انا مستني ال HCO3 تبقى قليله ولا كتيره؟ قليله. طب انا النورمال 24، هنا لقيتها 30، ده هنا كتيره، وهنا لقيتها 16، يبقى قليله ولا مش قليله؟ قليله. يبقى هي دي الاجابه بتاعتي، لان انا هنا ميتابوليك اسيدوزس، هي اسيدوزس وهي ميتابوليك، يعني المشكله في ال HCO3 قليله. فهمتوا؟ فهمتوا. يلا بقى اخر سؤال. The lab finding showed the following values for a patient: بلازما بي اتش 7 28، اسيدوزس ولا الكالوزس؟ يا معلم اسيدوزس. اسيدوزس، يبقى مستني الباست يقل او المقام يزيد. الباص ال HCO3 32، هو النورمال 24، لقيته زايد وانت لسه قايل لي اسيدوزس يعني المفروض الباست يقل، يبقى ده نورمال ولا ده كومبنسيشن؟ كومبنسيشن. جميل. طيب وبعد كده السي او 2 70، ايوه، ما السي او 2 ده في المقام زاد قوي فالبي اتش قلت، وككومبنسيشن ده كمان زاد، يبقى المشكله الاولانيه هي عباره عن ميم السي او 2، يبقى ريسبيراتوري، انت بقول لك يبقى ريسبيراتوري وحصل كومبنسيشن، يبقى كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزس ولا الكالوز اسيدوزس؟ فالاجابه بي، ريسبيراتوري اسيدوزس ويز كومبنسيشن، ودي اللي قلتها لك ساعات يجيبها لك بارشال اللي هي انكمبليت كومبنسيشن ولا كومبليت، اختارها على طول، هي كلمه بارشال، هي تفاصيلها مش علينا بس بتيجي على طول بارشال او انكمبليت يعني، بس انت فهمت يبقى كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس. ده اما مسائل الاسيد بيس بالانس محتاجه بس تشغيل دماغ شويه، ويعني برضو وقت في النظر هنا جايب في الاخر كده، يعني هي مجمعه الدنيا كلها، هي مثلا اهو البي اتش لو قال ده اسيدوز يبقى ده الزياده وده الكومبنسيشن، اهو ده كده، دي برضو هتلم معاك الدنيا شويه، ودي كلها حاجات للاسيد بيس بالانس، فممكن هيتلم معاك الدنيا شويه، بس ده اللي بيحصل ككومبنسيشن وكل كده. بس يا عم ده الكومبنسيشن وده كل حاجه، يا 26 دقيقه ليه بس؟ ماشي ان شاء الله تبقوا فهمتوا. يلا اخر فيديو لينا بقى مع بعض الترم ده، ربنا معاكم.